بنسختها المعدلة CT200H تقدم لكسس سيارة هجينة جديدة في الفئة المدمجة، تغري من خلال الفخامة والتكنولوجيا وانخفاض استهلاك الوقود. قوتها 136 حصانا وتستهلك 3.8 لترات لكل 100 كيلومتر، لكن هذه القيمة تتغير بشدة باختلاف الطرق. موديل لكسس CT200H بمحرك هجين له مزاياه لا سيما في المدينة وعند السرعات المنخفضة، فعندها ينتقل إلى الوضع الكهربائي ولا يحتاج إلى الوقود، وعند السير كما هنا في الطريق الزراعي والرغبة في الإسراع أحيانا يرتفع الاستهلاك ويبلغ عندي هنا في المتوسط 6.1 لترات، وهذا معدل قليل نسبيا لسيارة بنزين، لكن هناك أيضا نماذج ديزل في هذا القطاع يمكن أن تستهلك أقل. وبالنسبة لحيز الركاب فهناك الكثير من التقنية حول السائق. أعتقد أن التحكم بنظام المعلومات والترفيه بهذه العصا هنا يحتاج إلى التعود، وعندما تتعود عليه تصبح الأمور سهلة جدا. السيارة بها خاصية التعرف على الكلام، دعونا نرى هل ستعمل جيدا؟ أذكر بعد التنبيه اختصارا لمهمة، وبإمكانك دائما أن تقول مساعدة للحصول على مساعدة إضافية. أدخل عنوانا. أذكر اسم المكان في ألمانيا أو قل غير البلد للبحث في بلد آخر. سأغلق ذلك الآن لأنه يستغرق وقتا طويلا نسبيا، فالرسائل المسجلة في النظام طويلة جدا، وهذه طبعا ميزة لمن لا يفهم كثيرا في هذه الأشياء، فبهذا يعرف أن لديه الإمكانية ليفعل هذا وذاك. الحيز الداخلي للكسس مجهز بفخامة، مواد فاخرة، مقاعد مريحة وعدادات تغير طريقة عرضها وفقا لوضع القيادة، لكن الأمر في الكونسول الأوسط يختلف عما ظهر في البداية. يجب عليك أن تتعود. صحيح أن كل شيء هنا حفظ على بساطته نسبيا، لكن توجد أزرار كثيرة أيضا بسبب التكنولوجيا في هذه السيارة. الأزرار الدوارة لتدفئة المقاعد أجدها غير موفقة إلى حد ما، ولم أرى مثلها في سيارة أخرى. حسنا، عندما تعتاد على ذلك فإن الأمور تسير كما هو الحال بالنسبة لنظام المعلومات والترفيه. ليس فقط من الداخل ولكن أيضا من الخارج تتميز لكسس وسط المعروض من فئة السيارات المدمجة للصانعين الأوروبيين، إنها مصممة بالضبط للسوق الأوروبية. CT200H سيارة تخاطب عشاق التقنية خصوصا، لكن المنافسة في هذه الفئة في أوروبا كبيرة جدا، وبالطبع هنا يطرح السؤال عن مدى أهمية التقنية للزبائن، وإن كان التصنيع عالي الجودة هو أيضا معيار. وهنا يوجد بالطبع أيضا بعض المنافسين الأوروبيين الذين بإمكانهم التصنيع بنفس الجودة أو ربما أفضل جزئيا، ويتساءل المرء هل ستثبت هذه السيارة نفسها هناك على المدى الطويل؟ بسبب السعر الذي يبدأ من حوالي 28,000 يورو، ليس من السهل لCT200H أن تنافس غولف ومثيلاتها في السوق الألمانية، لكن السعر معقول بالنسبة لسيارة هجينة مدمجة، كما أن الاختيار في فئة السيارات المدمجة الهجينة في أوروبا لا يزال محدودا جدا. ومن يبحث عن هجين مدمجة بإمكانه أن يأخذ مكانه قريبا في لكسس.